لمتابعة المواجهة المرتقبة والمنتظرة بين فريق الرجاء الرياضي البيضاوي ونادي الجمعية الأخير. كان على حق لي بإشراكه. لحظه الراسيه كانت طريقه جميله بكل صراحه. ياجور الى ما سجلش ولكن مرر وساهم بشكل كبير في هذا الهدف. اذا هدف مقابل الشيء، هدف هل سيغير ايقاع هذه المواجهه؟ فريق الجمعيه السلويه اصبح مطالب باش يعاد النتيجه. تيو كاندا اوراق اعتماده لجمهور لنقطة البداية ونقطة الصفر في هذه المواجهة. لاحظوا الإعادة، لعبات كرة وخلف اللاعب الحاج كان كيتواجد اللاعب كولاس يلعب كرة بطريقة جيدة. إذن يستهدف اللاعب من جديد. عملياته لكن في هذه الاثناء كاروشي مرر سددات الكره في الوهله الاولى عن طريق كوكو، لكن المرتده كانت اقرب الى محسن ياجور. هدفان مقابل هدف. ياجور يا ما هللت الجماهير باسمه حتى وان ضيع عديد الكرات وساندته معنويا جماهير الرجاء. ها هو يسجل هدف ويعود للتهديف، لأن السؤال عن مدة تسجيله كان يؤرق جماهير